الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد، والتي نخصصها الحديث عن أوضاع الجالية الموريتانية في ألمانيا والتحديات التي تواجهها، فضلا عن الإشكالات التي تواجه الجالية الإسلامية عموما في الغرب، ما يتعلق مشكل الاندماج، ما يتعلق مشاكل الحفاظ على الهوية. معنا الحديث عن هذا الموضوع الأستاذ محمد يحيى الدنبجة، نائب رئيس الرابطة الثقافية الموريتانية في ألمانيا. محمد يحيى، أهلا وسهلا بك. أهلا بكم ومرحبا بكم. في البداية اسمح لي أن أسألك عن أوضاع الجالية الموريتانية في ألمانيا، التحديات التي تواجهها، يعني المؤسسات التي تحتضن هذه الجالية وتشرف عليها. أولا أشكر الموريتانية بألمانيا اللي هي تابعة للمشهد هنا، المشهد بصفة المشهد الوطني تقصد، وهي من الجاليات النشطة أيضا بأوروبا موريتانيا ومرتبطة بالوطن. أشكر أيضا قناة المرابطين على هذه السالحة. شكرا جزيلا، مرحبا. الرابطة الثقافية الموريتانية بألمانيا هي الهيئة الوحيدة التي تمثل الجالية الموريتانية في ألمانيا، تسعى لتطوير هذه الجالية وتكييفها. طيب اسمح لي شوي أن أبدأ في رأيت ما يصلح الشباب الصوت لأن فيه مشكلة، أن أعيد صياغة السؤال الذي طرحته عليك من قبل. الرابطة الثقافية هي مؤسسة لرعاية الموريتانيين في الجالية الموريتانية في ألمانيا، ولديها مجموعة من الأنشطة، سواء هذه الأنشطة تتعلق بخدمة الجالية عموما، خاصة في المستويات الثقافية وما يتعلق بالحفاظ على الهوية. برأيك أوضاع الجالية الموريتانية في ألمانيا وفي أوروبا عموما، كيف تصنف هذه الأوضاع وكيف تشرحها للسادة المشاهدين؟ أولا، الرابطة الثقافية الموريتانية بألمانيا تعرف نفسها بالتعريف بأنها الهيئة أو الممثل الوحيد للجالية الموريتانية حاليا، والذي يرعى مصالحها ويسعى لتأقلم هذه الجالية للوضع القائم هنالك، الحفاظ على الهوية لأنه صارت هنالك تحديات متعلقة بالنشء حتى بالأطفال وتربيتهم في مجتمعات وثقافات مختلفة. ما يتعلق بسؤالكم أوضاع الجالية عموما، كيف تشخصها؟ الجالية الموريتانية من أحسن الجاليات هنالك لأنها جالية أحسن على أي مستوى؟ تقصد سمعة، تقصد سمعتها، مكانتها ومستوى سمعتها؟ هنالك سمعة جيدة. هو فيه قضية، الجالية الموريتانية تقريبا أوسنانس، يعني مثال استثناء من الجاليات الأخرى، وحتى يقولون حتى هذه الرقعة الجغرافية الموريتانية يجدون بأنها لا تأتيهم منها القوارب ليست مشهورة باللاجئين أو المهاجرين. كل الجالية هنالك جالية نخبوية في الغالب العام، وكلها يعني في الغالب العام جالية نخبوية، لكن كلها تقريبا بنسبة تقترب من تلامس حد 100% بأوضاع طبيعية. يعني إما تقصد أوضاع تتعلق بالأوراق وتتعلق بطبيعة الإقامة، أوضاع قانونية طبيعية. صحيح. لذلك جالية مثالية جدا. أيضا هذه الرابطة أنشطتها تقوم بإحياء هذا أو الحفاظ على هذه الخصوصية الثقافية لهذه الجالية. الرابطة الثقافية الموريتانية بألمانيا لها مقرات بكل المدن الكبيرة، وهذه المقرات تقوم دوريا. من عندنا مثلا بدورتموند المقر الرئيسي يقوم شهريا ببعض الأنشطة. في أي منطقة من ألمانيا؟ بالغرب، الغرب الألماني. لذلك هذه الجالية نخبوية في الغالب. طيب، لكن هذا لا يمنع أنها لديها بعض التحديات التي ما هي هذه التحديات؟ التحديات غالبا متعلقة بأن الجالية الموريتانية هنالك مهندسين ودكاترة وخريجي جامعات ألمانية وطلاب، كل شريحة من هذه الشرائح لها تحديات خاصة بها أو مشاكل. الطلاب في ألمانيا رغم أنهم متميزون في جامعات الألمانية، مثلا
2011 وحدها تخرج 22 مهندس موريتاني من الجامعات الألمانية، من الجامعات الألمانية، وكانت سنة يعني مثالية في هذا الرقم الذي حصلته. لكن الطلاب الموريتانيون محرومون مثلا من المنح. لماذا؟ محرومون من المنح بسبب القانون، إجراءات متعلقة تتبع أو إجراءات تتبعها لجنة المنح ووزارة التعليم العالي، وإجراءات مشرفة الإجرائية بالطلاب الألمان. إذ أن كيف لا يستفيد طلبة في ألمانيا من هذه النقاط، وهي كما أسمع تتعلق بالتنقيط وتعلق بقضايا مفروض أن طلبة متفوقين هم أول من يستفيد من هذه الميزة وهذا التنقيط؟ هذا الملف تعاملنا معه في الرابط الثقافي الموريتاني في ألمانيا 2016 كلها تقريبا اجتماعات مع السفارة وبعثة نرسلها، وكان واضح يعني كانت واضح الإجراء المشرف المتعلق بالطلبة هنالك، إذ أن الطالب الموريتاني وغيره لا يمكن أن يلتحق بالجامعة الألمانية من سنته الأولى، مستحيل، لأن لماذا؟ يحتاج سنة للغة ثم سنة للسنة التحضيرية، واللغة الألمانية لغة صعبة أيضا، وحتى يعني يحتاج سنة أخرى اسمها السنة التحضيرية، البكالوريا الموريتانية غير معترف بها بالمعنى يعني دقيق الكلمة، لا يمكن أن تسجل في جامعة ألمانية بالبكالوريا الموريتانية إطلاقا. لماذا؟ لابد حتى القانون الألماني لا يعترف ب الثانوية العامة، لا يعترف غير الألماني البكالوريا الثانوية العامة في موريتانيا لا يعتبرها شهادة قابلة. طيب اسمح لي أن أخذ فاصلا قصيرا ثم نعود لمواصلة هذا النقاش حول أوضاع الجالية الموريتانية في ألمانيا. أبقوا معنا. Oh.
مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم معنا من جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد، والذي نخصصه للحديث عن اوضاع الجاليه الموريتانيه في المانيا مع نائب رئيس الرابطه الثقافيه الموريتانيه في المانيا محمد يحيى الدنبجه. استاذ محمد يحيى، كنا نتحدث قبل الفاصل عن التحديات التي تواجه الجاليه الموريتانيه، وذكرت ان ابرز او اغلب فئات هذه الجاليه هم طلبه وخريجو جامعات او اساتذه الجامعات. برايك بناء على هذا التصنيف، وهو التصنيف الغالب، كيف يمكن تلمس مشاكل والتحديات التي لا بد انها تواجه هؤلاء الموريتانيين؟ هنالك لكل شريحه من هذه الشرائح مشاكل. نتحدث قبل عن المنحه على سبيل المثال، على مستوى الطلبه نكمل حديثنا. صحيح، على مستوى الطلبه هنالك مجموعه تحديات. على كل حال، المتعلق منها بالوضع الموريتاني هي موضوع المنحه، اذ انه حسب معلوماتنا بالرابطه الثقافيه الموريتانيه في المانيا لا يوجد حتى حاليا طالب موريتاني واحد حاصل على منحه وطنيه في المانيا للاسف، وهذا امر مؤسف لانه الطلاب حاليا. كم عدد الطلبه تقريبا يعني حتى نفهم؟ مئات، لانه يعني الجاليه كلها تقريبا تصل الى 900، يعني نسبه 60% طلبه حتى اكثر. اذا تقريبا مئات الطلبه الموريتانيون الذين يدرسون في الجامعات الالمانيه لا توجد لديهم منحه، والسبب واضح. سبب مستحيل، من المستحيل ان ان ان, أن حسب المعايير المتبعه هنا في معايير الالمانيه نفسها تمنع ذلك، اذا انه الطالب الموريتاني من المستحيل ان يلتحق بالجامعه من سنته الاولى، وهذا عامل اساسي في حصوله في نظام التنقيط على منحه على بالنسبه للجامعه. نعم. بالنسبه للجنه المنح، بالنسبه للجنه المنح هذا ما يقصيهم من. صحيح. معايير لجنه المنح، اللجنه تفهمت هذا، او الوزاره يعني الرابطه لديها لجنه مخصصه للتعامل مع هذا الملف بالضبط. طيب، وهم تفهموا هذا الامر وقالوا نحن بصدد استثناء او تغيير فيما يتعلق بهذه الحاله، ثم بعد ذلك رجعت الامور. لم يرتبوا يعني شيئا على الامر، تغير المسؤولون ثم رجع الملف الى نقطه الصفر. طيب، فيما يتعلق بالمهندسين وحاملي الجواز الالماني، ايضا هنالك صعوبه في ازدواج الجنسيه. وهذا ايضا جزء من. نعم، لأنه الموريتاني الذي حصل على الجواز الألماني لا يمكن أن يعود إلى موريتانيا بأوراقه الموريتانية. هو المؤسف وإذا عاد بأوراقه الألمانية يجد مشاكل تتعلق بالضرائب. هو المؤسف أنه هذا الشخص الموريتاني أو المهندس الكفؤ الذي يتم الاحتفاء به هنالك بالجامعات الألمانية وبشركات عالمية هنالك بألمانيا، يأتي هنا ثم يصطف في طابور الأجانب لدفع الضريبة، يعني لدفع رسوم التأشيرة. صحيح. وأيضا في مشاكل متعلقة بالحصول على الأوراق العادية، الأوراق المدنية في ألمانيا. تقصد السفارات والقنصليات الموريتانية هناك؟ نعم، إذ أنه لا يوجد حتى الآن مقر للوثائق المؤمنة، هذه الهيئة الجديدة لا يوجد فرع. لا يوجد فرع له الوكالة. صحيح. الجالية، أفراد الجالية يسافرون إلى فرنسا من أجل تسوية وضعيتهم، تجديد الجواز السفر وأوراق تعلق بالمواليد وغيرها. بالضبط، هذا أبرز هذه أبرز التحديات المتعلقة. طيب، منها بموضوع طيب الوطن. أنت ذكرت في البداية أن الرابطة بما أنها إطار أيضا يجمع الموريتانيين أو ينظم شؤون الجالية هناك، تقوم بمجموعة من الأنشطة لمساعدة الجالية، خاصة ما يتعلق بالجوانب الثقافية والحفاظ على الهوية. ما هي أبرز هذه الأنشطة التي تقوم بها؟ مثلا أنا سأعطيك مثال حي. يوم السبت الماضي يعني كان هنالك حفل كبير أقيم بدورتموند احتفاء بذكرى مولد النبوي الشيخ، عيد الاستقلال. عيد الاستقلال. وهذا الاحتفال السابع عشر، لا هم لا يلتزمون بالضرورة بنفس تاريخ اليوم نظرا لحلق أيام العطل وغيره. صحيح. ومع ذلك هذه الفرع المركزي بدورتموند يحافظ منذ 17 عاما على لقاء شهري موسع، وبعض الأنشطة، المسابقات الثقافية للأطفال، أطفال متعلقة بالجالية، لقاء سنوي رياضي، منافسة رياضية،
سرق من كل طيب ما يتعلق بالجوانب المتعلقة بالهوية، أشرت والخصوصية الثقافية، تعرف نعلم جميعا أن ألمانيا دولة كبيرة جدا، والمجتمع الألماني مجتمع أيضا عريق وفيه كثير من الديانات والخصوصيات الثقافية والفروق الثقافية لنقل مع المجتمع الموريتاني. في هذه من هذه الزاوية، ما هي جهودك في السياق، وما الذي يمكن أن تقوم به حتى الجاليات عموما في الحفاظ على، أو حتى الأسرة الموريتانية الحفاظ على خصوصية الثقافية والحضارية؟ من المؤكد أن هنالك خصوصية ثقافية متعلقة بالمواطن الموريتاني والمسلم بحيث هو مسلم عموما لكن أنا لا أنظر إلى هذا إلى هذه المجتمعات بتلك السوداوية. هنالك أيضا مجتمع إسلامي داخل هذه الدولة، وهو مجتمع متطور، جالية إسلامية عامة ولها مصالحها ولها مساجدها ولها مؤسساتها الإسلامية وحتى مراكزها التربوية ومدارسها. وأصبح متجاوز هذه النظرة بأنه هنالك ضياع ثقافي، ومع ذلك ما تقوم به الرابطة الثقافية الموريتانية في ألمانيا ليس الهدف منه إيجاد حاضن ثقافي بعيد عن المجتمع الألماني، إذا أنه هذا الأمر متوفر. الهدف هو خصوصية موريتانية مثلا، خصوصية داخل الخصوصية. جميل. فالمجتمع الإسلامي هنالك مجتمع متطور جدا ولديه نواديه للرياضة، الجالية الإسلامية عموما هنالك مختلف دول العالم الإسلامي. فحتى لو لم توجد الرابطة الثقافية الموريتانية توجد أطر أخرى إسلامية، لكن قد تفتقد هذه الخصوصية الموريتانية. فلذلك نحن هدفنا هو هدف تنويعي داخل هذه الجالية الإسلامية كلها، وليس بالضرورة الهدف المقصود ليس انتشال هذه الجالية من براثن. جميل، طبعا مفهوم. هنالك إشكال دائما أو نقاش في المجتمعات الإسلامية في الغرب عموما وبالتأكيد في ألمانيا يتعلق مسألة الاندماج والحفاظ على المواءمة بين الازدواجات، تتعلق بالاندماج، لأنه كما تعلم الدول الغربية عموما لديها قوانين تشجع على ما يتعلق بالاندماج، خاصة ما يتعلق بالمواليد والأطفال في مراحل مبكرة من العمر، وهذا جزء من الخطط على كل حال أو القوانين الغربية. ولكن أيضا ما يتعلق بالخصوصية أو الهوية الثقافية قضية مهمة بالنسبة لكل المجتمعات بغض النظر عن القوانين. برأيك المجتمع الموريتاني أو الجالية الموريتانية في ألمانيا أين هي من هذه الثنائية؟ هذه جدلية قديمة تثار دائما، جدلية الهوية وثنائية الوطن، وهي الغربة قرار في نهاية المطاف، وهذا القرار يجب أن يتخذ عن وعي. مثلا من يهاجر بهدف دراسة وبهدف معين، سواء كان قصير الأمد أو حتى متوسط، دائما سوف يجد آليات يتجاوز بها تلك العقبات. طبعا الارتماء، الهجرة نفسها ليست هدفا بحد ذاته، لكن كما أسلفت جاليتنا الموريتانية هنالك بالخصوص هذه النقطة تقريبا غير مطروحة بالنسبة لها، لأن أغلب الغالب الأعم من أفراد الجالية هم نخبة. طيب أنا سألت عن الاندماج لأنه هل هنالك نقل تواصل سلس ما بين الجالية الموريتانية في ألمانيا مع الوطن، يعني بشكل زيارات متعلق بهذا الموضوع؟ أنا سألت عن الاندماج من هذه الزاوية لأن صحيح. بعض الأسر يعني في المهاجرة خاصة في الدول الغربية أحيانا لا توجد علاقة، لم تعد لها علاقة بالوطن الأم، على الأقل ما يتعلق بالزيارات، ما يتعلق بالاندماج، وبالتالي كأنها أصبحت في مجتمعات أخرى لظروف قاهرة على كلها. غالبا لظروف قاهرة، وهذا هو هدف الرابطة، هي جلب موريتانيا إلى ألمانيا شيئا ما، وإحياء التراث الموريتاني هنالك لهؤلاء الأسر الذين لديهم بعض الظروف التي تمنعهم من العودة إلى موريتانيا في أقرب وقت ممكن. ماذا عن ما يتعلق الرابطة الثقافية الموريتانية في ألمانيا؟ تأسست
قبل 25 عاما. وهذا التأسيس هو التأسيس الفعلي القانوني. طيب من أبرز المؤسسون لهذه الرابطة يعني كأسماء؟ لابد أن بعضهم أصبح مشهورا يعني. بعضهم صحيح هو العراب الأول للجالية هم المهندسين الذين زاروا ألمانيا في نهاية ثمانينيات القرن الماضي. في وقتها أنا مرة دائما في الاجتماعات العامة يتحدثون هؤلاء الرموز للجالية ويتحدثون عن معاناتهم في ذلك الوقت، طبعا لا تقارن ولا تقاس بالمعاناة الحالية للهجرة للغربة، إذ أنه لم يكن هنالك وسائل التواصل الاجتماعي ولم تكن هنالك هذه الآليات الكثيرة للتواصل تخفف مفهوم الغربة. نعم، فهم لجأوا في ذلك الوقت إلى شرائط مكتوبة أحيانا، فكانت أعتقد النواة الأساسية الأولى كانت جريدة باسم أعتقد السراج المنير. طيب. السراج المنير هذا الاسم، ولا تزال حاليا بعض أعداد هذه الصحيفة موجودة. طيب. بالمجتمع الألماني، هل من خلال اختلاطك بالطلبة وبالمجتمع هل لاحظت أن لدى الألمان تصورا ما أو معلومات ما عن موريتانيا كمجتمع ودولة وكثقافة؟ الألمان يحترمون الموريتانيين كثيرا، هم يحترمون الإنسان بشكل عام، لكن حتى المسؤول الثقافي في السفارة ذكر لنا مرة أنهم يجدون بأن هذه الرقعة الموريتانية غريبة شيئا ما، يجدون من شرقها وغربها، هم لا ينظرون فقط إلى زاوية الهجرة والحالات تقصد أن لا توجد لديهم تصورات سلبية عن موريتانيا كدولة مصدرة للمهاجرين بالنظر إلى حجم جاليتها هناك؟ لا بالعكس، بل هي مصدرة على عكس للعقول، دول أخرى مصدرة للعقول على عكس دول أخرى يأتيهم منها أعداد هائلة وكبيرة وطلبات كبيرة للهجرة واللجوء. طيب لنخرج من هذه الزاوية متعلقة بأوضاع الجالية الموريتانية خصوصا إلى أوضاع الجالية الإسلامية في ألمانيا عموما. بلا شك هنالك بعض العقبات التي تعترض طريق هذه الجاليات، لكنها تتلمس تتلمس طريقها في نهاية المطاف. وهذه الدول ليست دولا مسيحية في النهاية ولا متحزبة، هذه دول علمانية مفتوحة، والمجتمع ينظم نفسه بنفسه، يطلب ترخيص مدرسة إسلامية، معهد إسلامي، أي شيء. ليسوا هذه النظرة التي بعض الأحيان ينظر بها بعضنا إلى هذه المجتمعات على أساس أنها مجتمعات صليبية، مجتمعات دينية، مجتمعات دينية، وبأنها نعم هذه نظرة ربما كانت بالقرون الوسطى، لكن حاليا لا، حاليا هي مجتمع منفتح. لا، ولكن بالرغم من كل ذلك نحن نعلم أن هناك نقاشا في العديد من الدول الأوروبية على قضية الهجرة، تتعلق بالإسلاموفوبيا، تتعلق حتى ببعض الهجمات والإساءات على المسلمين في أوروبا والتضييق عليهم على الأقل إعلاميا وسياسيا. هذا النقاش لا يتعدى أروقة السياسيين، نقاش ليس موجودا على أرض الواقع، ليس موجودا على أرض الواقع في أغلب الأحيان. هو نقاش فقط للاستهلاك الانتخابي للاستهلاك، وهو حديث أيضا عقيم. أكثر متطرفين يقولون الإسلام هو جزء من أوروبا، الإسلام ليس جزء من أوروبا ولكن المسلمين هو جزء منها في نهاية المطاف. معنى واحد، معنى واحد. ولكن مع ذلك الذين يقارعونهم في هذا الميدان عليهم أن يقارعوهم، أن يقول لهم لا، الإسلام هو الذي جزء، هو الإسلام جزء من أوروبا وليس المسلمون. لكن في نهاية المطاف النهاية يبقى نقاشا نظريا، نقاشا نظريا، ولا حتى من المصطلح حتى تجد بأنه ليس هنالك تطبيق على أرض الواقع متعلق به. ما الفرق بين أن يكون المسلم أن يكون الإسلام جزءا من ألمانيا أو أن يكون المسلمون المواطنون الألمانيون جزءا من ألمانيا؟ فما هي ما هو التطبيق النظري، التطبيق العملي للفرق بينهما؟ طيب، هنالك جزئية دائما ما تناقش في وسط المغتربين تتعلق بالعودة للوطن الأم من عدمها. برأيك لماذا لا يعود العديد من خريجي الجامعات الألمانية ومن العقول الموريتانية في ألمانيا وغيرها من الدول الغربية إلى موريتانيا بعد تخرجهم من الجامعات وانتهاء فترة الدراسة والطلب؟ طبعا هذا أمر يؤسف له، والسبب لا أحد
يحب أن يبتعد عن وطنه أو أن يغترب، والغربة فيها ما فيها. ولكن هؤلاء المهندسون وهؤلاء خريجو هذه الجامعات يعملون بشركات عالمية بألمانيا أو توفر لهم ظروف يعني لهم مادية ظروف وإنسانية يعني معينة. صحيح، السؤال ينبع من هنا والإجابة تنبع من هنا. نعم، هذا ربما هذا ما أردت الوصول إليه، يعني ما الذي لو افترضنا جدلا حسن النية، يعني ما الذي يمكن أن تفعله موريتانيا كدولة وكمجتمع لاستقطاب أو لمساعدة أو مساهمة في عودة هؤلاء إلى أرض الوطن؟ والله هذا سؤال يحتاج واسع بالتأكيد، ولكن لنقل مثلا هناك جزئية تتعلق بأن هؤلاء عقول وهؤلاء مهندسون والبلد بحاجة إليهم، والبلد أيضا لديه موارد هائلة ولديه مؤسسات وشركات محتاجة إلى أيدي عاملة مدربة ومتخصصة. المشكل هنا صحيح البلد بحاجة إليهم، ولكن هل هذا البلد وفر لهم ما يستقطبهم به؟ هذا هو السؤال المطروح. طيب لو افترضنا جدلا برأيك أن موريتانيا قامت بإجراءات في هذا الصدد يعني في لاستقطاب هؤلاء، هل سيفضل أغلب هؤلاء لنقول برأيك القرار العودة؟ بالتأكيد سيفضلون قرار العودة بالتأكيد. بعضهم طيب. حتى عاد بالمناسبة بعضهم، بعض المهندسين وبعض الألمان الذين حصلوا على تقصد الموريتانيين الذين حصلوا على جواز الألمان رجعوا هنا وعملوا بشركات ألمانية هنا أو غربية أو غربية. قرار العودة قرار محبذ لو وجد أرضية دافع لها. نعم. طيب برأيك التحدي المتعلق دائما في أوساط طلبة وطلبة الثانويات وخريجي أو الحاصلين على شهادة البكالوريا غالبا هنالك رغبة عارمة في إكمال الدراسة في الجامعة خاصة في الغرب، ولكن أيضا هنالك هدف أو سعي كبير للهجرة للغرب بغض النظر حتى عن الدراسة. وأنت أشرت في مداخلة سابقة إلى مسألة قرار الغربة وغيره، ما الذي يمكن أن تقوله لمن يرغبون في الدراسة أو العمل في ألمانيا تحديدا؟ هذا قرار، هذا يعتمد على الشخص نفسه، على طبيعته، على طبيعة دراسته، على تخصصه، وليس قرارا شاملا. لا يستطيع أحد أن يقول عاما أن يقول هنا أفضل الأفضل لك كذا. نعم. طبعا من يهاجر من أجل الدراسة أنا أنصحه، ولكن بشكل عام من يجد أنه يهاجر للاستفادة وللعلم طبعا هذا أمر مرغوب، والهجرة في حد ذاتها ليست أمرا وهدفا، الهدف هو ما وراء الهجرة، ما بعد قرار الهجرة. طيب ماذا عن من يهاجرون بطرق يعني في النهاية تحتاج إلى أوضاع قانونية، صاحبها يؤول إلى وضع غير قانوني في أوروبا وفي ألمانيا وغيرها، برأيك في تقييمك لهذه الفئة وهي في اعتقادي ربما من الفئات المعتبرة من حيث العدد ممن يهاجرون أو يرغبون في الهجرة إلى أوروبا، طبعاً ما تقييمك لنتائج مثل هذه الطبقة من بكلمة النهاية. واحدة النتائج مؤسفة في النهاية، لأنه كيف؟ كثيرون رغبوا في السفر مثلا إلى ألمانيا أو إلى غيرها من الدول الغربية، وخلال رغبة خلال عملهم من الوصول لهذا الهدف ارتكبوا بعض الأخطاء قانونية، بعض الأخطاء القانونية التي قد تؤول بهم إلى أحيانا السجن ربما، ووضعهم بنهاية المطاف من الأفضل أن يعودوا، هؤلاء ربما يكونون نادمون أصلا على هذا طيب. القرار. محمد يحيى الدنبجة نائب رئيس الرابطة الثقافية الموريتانية في ألمانيا، شكرا جزيلا لك على مشاركة بهذه الحلقة وعلى هذه المعلومات القيمة عن أوضاع الجالية الموريتانية في ألمانيا. مشاهدي الكرام أنقل إليكم تحية فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة من المشهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.